السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم غادي نصايبو لي كريب مالحين. غادي نحتاجو الكريب، انا صايبتو معكم بزاف د المرات. هاد المره كاينه اضافه بسيطه اللي هي غادي نزيد فيه الفلفله مشويه. الفلفله تتشويوها في البوطه، وملي تتنقيوها ما تتغسلوهاش، حيت تبقاو تمسحوها بيدكم باش ما تتمشيش من هذيك الكفيمي، تجي مدخنه، يعني تجي عطا واحد النسمه زوينه. الا غسلتيها غسلتوها ما غاتجيش باينه. عندنا نص سيترو د الحليب وجوج بيضات، ندير جوج بيضات. عندنا نص كاس ديال الزيت، قياس ديال الملحه واحد نص معلقه، شويه ديال البزار، وعندنا كاس ونص، جوج كيسان حتى الكاس ونص ديال الطحين. غادي نزيد هاد الفلفله حتى هي، هادشي كامل انا غادي نطحنو. غادي نزيد الطحين بشويه بشويه. دابا انا غادي نديرو في الخلاط ونطحنو مزيان. الا بغيتو تصفيه واخا ما بغيتوش ما كيلاش، غير يتطحن مزيان. وغادي ندوزو باش نطيبو، يرتاح شويه خصو يرتاح، ومن بعد ندوزو باش نطيبو. كيف ما شفتو بعد ما تطحن مزيان، شفتو اللون ديالو ديال ديك الفلفله مشويه؟ انا درت حمراء ليمونيه، تقدروا ديرو حتى صفراء. تيجي لونو زوين وتجي تعطي حتى نسمه زوينه، وفكره زوينه هكا ندخلو الخضره في شي حوايج بحال هكا باش يقدروا ولادنا ياكلوه. من بعد ما سخنات المخلاط كون عندكم مقام تتلصقش، غادي نبداو نطيبو الكريب. صافي صافي، هاد من جهه تنقلبوها على الجهه الاخرى. انا غنكمل هكا، فايت بزاف المرات اللي تدرت معكم الكريب غنكملو بهاد الطريقه هادي، وكندوزو باش نقول لكم باش غادي نعمرهم. انا غنديرهم غولو هكا، غادي نعمرهم ونروليهم وغادي نقطعهم، تيجيو عاطيني منظر زوين. من بعد ما طاب الكريب ديالنا تيجي هكا، تيجي شكلو زوين بزاف. تناخدو المايونيز بحال هكا، تدهنو ليهم المايونيز، وغادي ناخد الخس. غنديرو الخس بحال هكا، غادي ناخد شويه ديال الخيزو مزيان بحال كنديرو شي حوايج اللي فيهم الخضره. غندير شويه ديال الخيزو، غناخد انا تقدروا ديروا لا دانت فومي، ولا انا عندي غير هاد لانشون هذا، غادي ناخدو حتى هو. ما قلت لكم تاخذوا الفرماج بحال هكا، وغادي نبدا لوي، غنديرو له بحال هكا كبير. نزر عندي هكا، صافي غندير بحال هكا. وغادي ناخد انا غندير بزاف من هادو، غنوريكم غير كيفاش غادي ندير. ناخد الكيردو عويدات هكا، وغادي ندير واحد هنا غير باش ملي نقسم يجيوني مقادين. نقسمو عادي نقسمو بحال هكا، كيف ما شفتو تيجيو على هاد الشكل هذا. وغادي نستفوهم في شي حاجه، غادي عاوتاني ناخد وغادي نقطع كونش بحال هكا. شو كيجيو تيجيو زوينين بزاف، بعد فيهم الخضره باش نقدرو في رمضان ناكلو شي حوايج اللي فيهم خضره. شوف بحال هكا، غندير بزاف ديال الغلو. انا عاود نصايب نفس الطريقه اللي وريتكم حتى نكمل هذا الشيء اللي عندي. والكريب ديالنا مع المري تيجيو على هذا الشكل هذا، تيجيو بحال ماشي سوشي، ملي تيجيو بحال هكا غولو تتقطعو تيعطيكم هذا الشكل هذا، بنين بزاف. عرفتي فريمون تثقوا بيا، بنين بزاف. عرفتي ديك النسمه ديال الفلفله
مع الخضرة مع الخصمة عاد تيجي زوين بزاف بزاف. ولا بغيتو حتى الوسط واخا طحنتو الفلفله مع الكريب تزيدو ديرو شرائح حكم شويه وتزيدوهم الفوق ديال ديك العماره تيجيو هكا دي ميني ساندويتش ولا هكا غونديل اللي تيجيو زوينين بزاف بزاف. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم، ولا عجبكم تخليو ليا الملاحظه ديالكم، ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك، ولاول مره يشوف القناه مرحبا به يشارك. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وبسلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله.